ينوي الناخب الوطني جمال بلماضي تسريح 3 لاعبين وإعفائهم من المشاركة في المباراة الودية المرتقبة يوم 14 جوان الحالي. ويخوض المنتخب الوطني الجزائري مبارتين رسميتين يومي 4 و8 من هذا الشهر ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا 2023. ويتحرك جمال بلماضي واتحاد الجزائر لكرة القدم على قدم وساق لخوض مباراة ثالثة على الصعيد الودي لتجربة الوجوه الجديدة التي استدعيت مؤخرا. وكشف تقرير لصحيفة لوبيتر واستنادا للتصريحات التي أدلى بها جمال بلماضي خلال مؤتمر صحفي سابق عن تسريح 3 عناصر على الأكثر من أجل السماح لهم بقضاء عطلة صيفية مبكرة لتجنب حالة الإرهاق قبل انطلاقة الموسم الجديد. ورغم أن بلماضي لم يحدد المعنيين بالأمر إلا أنه وبناء على تصريحاته فإن اللاعبين هم رامي بن سبعيني واسماعيل بن ناصر ورامي الزروقي باعتبارهم الثلاثي الوحيد الذي كان يلعب أساسيا بشكل منتظم في الدوريات الأوروبية على مدار الموسم المنصرم. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.